مرحب حبايبي، اليوم بدي اعمل انا وياكم طريقه تحضير كرات اللوتس بثلاث مكونات وكتير كتير طيبه ورح تعجب ان شاء الله الجميع. بدنا نعملها طريقتين، بهيدي الطريقه وبهيدي الطريقه، كتير كتير طيبه. شايفين منها شكل بشهي، واو، شكل روعه، كتير طيب. نبلش الطريقة مع بعض. بسم الله. أول شيء أنا نسلي بسكويت اللوتس ومرطبان اللوتس. بدنا نحط البسكويت بقلب المكنة. حطيت 10 علب بسكوت. بدنا نعمل هلا، بدي شيلهم وحطهم بجات. حط فوق زبدة اللوتس. نسلي، يعني حطينا 3 معالق طعام من اللوتس و5 معالق طعام نسلي. بعجنهم مع بعض. هلا بضل ضيف نسلي ليصير عنا عجينة متماسكة تتماسك مع بعض. رح ضيف بعض نسلي. ما فينا نضيف دفعة واحدة عشان ممكن تطلع العجينة رخوة. هيدي العجينة المطلوبة، شايفين كيف صارت متماسكة. هلأ بدي اعملهم كرات. نعمل الكرات بهيدا الشكل. الكرات الحجم اللي انتو بتحبوه بتعملوا. نضغط عليها بهذه الطريقة، شايفين كيف بهيدا الشكل. بحطها بالصحن. نفس الشي بنحاول الكرات قد ما فينا يكونوا نفس الحجم، بنضغط عليهم منيح. بنعملهم لهول الكرات بس بثلاث مكونات. دوبنا 2 ملاعق طعام من زبدة اللوتس. هلأ بنرشهم على الصحن، بنحطهم على الصحن بهيدا الشكل. كمان عهيدا الصحن قبل التقديم شو بتعملوا؟ هولي رح اترككم بهيدا الشكل. هيدا الصحن رح اعمله طريقة تانية. بتحطوا نسلي بهيدا الشكل، وبحط مع النسلي زبدة اللوتس. هيك شكل عليهم، شايفين؟ هيدي قبل التقديم اذا بدكم اياها بهيدي الطريقة. شكل كتير رائع. هولي كرات اللوتس اللي عملتهم انا وياكم بثلاث مكونات فقط. بتمنى الطريقة تكون نالت اعجابكم، وتعملوا لايك وشير للفيديو، والمشاهدين الجدد يشتركوا بصفحتي، وان شاء الله بشوفكم بالفيديوهات الجاي. باي باي حبايبي.